تمام طلاب، باختصار بدنا نروح. احنا اخر اشي حكينا فيه حكينا يا طلاب على نراجع هيك مراجعة بسيطة عن ايش حكيت. تمام، حكينا اول شيء كيف عمليه الدي ان ايه بينفصلوا عن بعض عن طريق الانزيم هيليكاز. حكينا كيف انه السنجل ستاند اوكي دي جيت ستابلايزد، يعني ايش بيصير بضله ستيبل عشان ما يشبك مع حاله او يشبك مع حاله، فعن طريق انزيم اسمه او بروتين سنجل ستاند بايندينج بروتين. حكينا على كيف اللي زي ما حكيت لكم المصلحاتي اوكي اللي هو بحافظ على بيصلح سوري اللي مثلا عندنا تشعبات اللي بيكون مثلا في عنده مرتبط مع بعض اكثر او معقد سوري معقد اكثر اوكي معقد اكثر او عنده اي مشاكل في البيسز تبع هذا البيسز تبع الدي ان اي، او مثلا او اكيد مثلا سنسال معقد كثير، فهذا بيجي هذا البروتين بخفف هذا الاكتظاظ او هذا التشبيك مع بعض اوكي، يعني بخفف من الضغط الزائد، فهمت علي؟ فبيجي بصلح. البرايماز اللي هو بصنع الار ان اي، ايش وظيفه البرايماز؟ يصنع الار ان اي برايمر اللي هو اصلا هذا ببلش من خلاله عمليه الايش السينثيسيس تبع او ريبليكيشن تبع الدي ان اي، تمام؟ سواء في الليدنج او في الايش في الثاني اللاجنج عن طريق اوكازاكي فراجز. حكينا عن دي ان اي بوليمراز ثلاثه اللي هو بيعمل ايش الونجيشن للدي ان اي. ايش يعني الونجيشن؟ يعني بصنع بضيف نيو ايش نيو نيوكليوتايدز عشان يكون لنا نيو ستراند نيو دي ان اي ستراند. حكينا عن دي ان اي بوليمراز واحد اللي هو شو بيسوي وظيفته؟ وظيفته انه بعد ما الار ان اي بيجي وبنعمل دي ان اي بوليمرايزيشن بدنا نقيم الار ان اي ونحط محله ايش؟ نحط محله دي ان اي، وهذا اللي بيسوي دي ان اي بوليمراز واحد. شو وظيفه الدي ان اي لايجاز؟ هلا صح اوكي حكينا حطينا الدي ان اي كل شيء تمام، ولكن صار في فراغ، فيش رابطه بين الدي ان اي اللي كان محطوط والدي ان اي اللي ضفناه اللي حطيناه محل الار ان اي، او بيعمل الرابطه الجديده بيناتهم، فالدي ان اي لايجاز بربط بيناتهم. تمام، هذا هو باختصار الطلاب اللي حكينا هذاك الحصه باختصار طبعا تلخيص اوكي. طبعا في عندنا شيء اسمه بروف ريدنج اند ريبيرنج، انه ميس ماتش ريبيرز. مثلا اجى الجي القلم اجت الجي الجي بدل ما يكون قدامها سي اجت مثلا قدامها اي، فهذا اسمه ميس ماتش، فبيجي الريبير بصلح بقيم السي وبحط الاي بقيم السي وبحط الاي اوكي. طبعا في وزي ما حكينا هذيك مره على كيف الدي ان اي على الرسمه هاي طبعا شرحتها. في عندنا النوكلياز اللي هو شو وظيفته وكيف الدمج اللي بيكون بقيمه بصلحه، مش هعيده كمان مره بس هذا اخر حصه شرحته يعني قبل الاخير، وقلنا نحكي على التوليميراز لاخر شيء انا كنت احكيه بس بدي اعيده كمان مره. التوليميراز زي ما حكيت لكم انه احنا عندنا الليدنج واللاجنج، بعد ما يصير عندنا احنا الدوبليكيتد دي ان اي موجوده، في عندنا هون الار ان اي برايمر. البرايمر هذا ريموفد بات كانت بي ريبليسد وذ دي ان اي بيكوز نو 3 اند. طبعا اياكم تعرفوا انه اللي بنضاف هون عشان في طلاب دائما بتخربشوا، الدي ان اي بوليمراز واحد ريموفز ار ان اي نوكليوتايد اوف برايمر فورم 5 اند، يعني من الخمسه اند، and replace them with the DNA nucleotide add to the 3N. يعني من الخمسة end okay. وبضيف على الـ ايش nucleotides to add to the 3N. اللي يعني ايش يعني خمسة end؟ يعني اللي بنتهي بفوسفات، صح؟ احنا اذا متذكرين عنا sugar pentose
اوكي اي شوجر بنتوز، اي واحد اثنين ثلاثة، ثلاثة اللي فيها عليها او اتش اللي هي 3 اند، يعني ينتهي ب 3 اند. الخمسة بيكون عندنا هون، يعني بيكون عندنا هي أربعة هون خمسة اللي بيكون عليه ايش الفوسفات. اوكي فهذه بنسميها 5، اللي شرحتها انا طبعا ال5 اند وهذه 3 اند. ايش الدي ان اي بوليميراز؟ بس بيقيم البرايمر فروم الخمسة اند، بيقيم البرايمر من الخمسة اند، يعني البنت هي بخمسة. اوكي and replaces them with a nucleotide added to the 3 end okay of the adjacent fragment. تمام. هلا هون ليش انا بشرح لكم اياها هون، يعني هي هذا 3 end وهذا ال 5 end. The primer removed by cannot be replaced with the DNA because no 3 end available for DNA polymerase. شايفين 5 end هوني، ال 5 اند هون طلاب بقول لك بنعمل البرايمر، ولكن ما بينفع يتم ريبليس، ما بينفع زي كيف الدي ان اي بوليماز وظيفته. ليش؟ لانه ما في عندنا 3 اند، ما عندنا في 3 اند افيلبل للدي ان اي بوليماز. اوكي ما في عندنا، بينما لو هذا مثلا، لو مثلا في عندنا هون خمسه اند، شايفين هذه، شايفين الثلاثة بدنا نحط خمسة، وهون بدنا نحط، إنه طبعا رح يكون عكسه، رح يكون منتهي في ثلاثة، رح يكون منتهي في ثلاثة. أوكي ساعتها بينفع يتبدل الـ RNA primer، يعني باختصار عكس تماما، بيكون هون خمسة، بيكون هون خمسة يا طلاب، وهون بيكون ثلاثة، فبزبط. بس ولكن هون ما بزبط. The primer cannot removed cannot be replaced مع دي ان اي بوليمراز هون، يعني قصدي هون دي ان اي بوليمراز واحد هو وظيفته. ليش؟ عشان 3 اند هي 3 اند اوف دي ان اي بوليمراز مش افيلبل. فكالتالي ليش؟ فعشان هيك بالسكند راوند تبعت ريبليكيشن الجزئيه بتروح، وهيك احنا بقصر عندنا التوليمراز بكل مره شورتر اند شورتر مايك. فالتوليميراز زي ما حكيت عدد النيوكليوتايد موجي سيكونس، يعني سيكونس معين من النيوكليوتايد موجودين عشان يعوضوا هذا يعوضوا اللي بيصير. اكسبلورينج كروماتين طلاب هذا مش داعي لو ما تقرأوه بالذات انتم، يعني لا طبعا هو ال كيف عملية الباكجينج، بس بدي اياكم تعرفوا انه شو البروتين اللي بيساعدنا على باكجينج تبعت الكروموزومز اللي هو هيستون، هذا المفروض لازم تعرفوا. طبعا اقرأوا هذا، اقرأوا قراءة بس ما تنضغطوا يعني. ماشي؟ بدي اياكم تعرفوا كمان شغلة واحدة، لما يكون البروتين الهيستونز ومربوط حواليه الدي ان اي، هذا بنسميه نيوكليزوم، هذا كثير مهم تتذكروها. اللي هي هاي نيوكليزوم، وبدي اياكم تتذكروها كمان انه انه الطلاب هذا بنسميه بيد، هذا بنسميه بيد، بيد يعني زي كيف اللولو، بيد. each bead is nucleosome that the basic unit of DNA packaging. the string between beads is called linker string، هذا الحبل يعني الظهري، هذا بنسميه بيد. طبعا البيد يا طلاب ما تفك، مكونين من عدة هيستونز. اوكي فهو مسؤول على زي ما حكيت لكم، مسؤول عن مسؤول عشان منها خلاله نربط الحبل الدي ان اي عشان نقدر نعمل باكجينج. طبعا four types of histones are most common in the chromatin. The histones are very similar among eukaryotes, probably reflecting their important role in the chromatin. انه هو ايش يعني تحويل، تحويل شو اسمه، زي ما قلت لكم تحويل الكروماتين لباكجينج، لباكج دي ان اي كروموزوم سوري. نيوكليزومز كونسيست اوف دي ان اي واند توايس اراوند البروتين كور اوف ايت هيستونز. طبعا كل بيد لازم تتذكروا هذه المعلومه كمان، كل بيد مكونه، شو البيد؟
بيت اسمه نيوكليزوم. قديش مكونه؟ مكونه من 8 هيستونز، من 8 هيستونز. The amino to each of the four main histones type. The amino end of the each histones, the histone tail stings outward from the nucleosomes and is involved in regulating the gene expression. يعني شايفين هذه كيف كل بيض عنده التيل وبكون للخارج. كون للخارج. In the cell cycle, the histones leave the DNA only briefly during DNA replication. يعني بزروا تعرفوا المعلومة يعني. Generally, they do the same during the process of transcription, which requires access to the DNA by transcription proteins. المهم هذه برضو كمان مش كتير المعلومة. بس طبعا كل الشغلات اللي حكيت لكم إياها قبل لازم تعرفوها. شرحتها. هذه تكنيك يا طلاب عشان تفيجواليز كروماتين انتاكت سيلز. لطلاب غير طب مش ضروري، لطلاب طب تذكروها كروم اي ام تي. اوكي، هي وظيفته تتذكر انه هي تفيجواليز كروماتين انتاكت سيلز. اوكي، بس عشان نشوف كيف هذا. طبعا هون بشرح لك عمليه ديورينج السيل ديفيجن ديورينج انترفيز. اوكي، ديورينج انترفيز طبعا زي ما تذكر انترفيز اللي هي بعد الميتافيز، انه بصير نزعهم عن بعض. different region of chromosomes may exist as chromatin. اوكي، هذا طلاب، هذا الهيتروكروماتين، هذا الهيتروكروماتين. ولكن لطلاب الغير طب انتم مش مطالبين فيها، فقط بدي اياكم تعرفوا على التكنيك شو اسمها، التكنيك شو اسمها، وفقط هذا هو. تمام، ما بدي اكثر من هيك. تمام، العمليه كيف بالضبط، يعني العمليه بالضبط تحويل الكروماتين للكروموزومز اللي هي موجوده هون. ولكن انا زي ما حكيت لكم انا بدي اياكم تركزوا فقط على حكيت لكم إيه. تمام، ايش بدي اياكم تعرفوا؟ تخيل هذا، هذه هي الشابتر، الشغلات اللي بدي اياكم تعرفوها. طبعا لما تكون ايش شرحنا باختصار بالشابتر. اوكي، شرحنا بالشابتر باختصار طلاب، احنا حكينا على دي ان اي جينيتك ماتيريال، حكينا شو هي، حكينا البيجز. اوكي، حكينا عن دبل هيليكس، حكينا عن دي بارل شو هو، طبعا حكينا عنه من قبل هذا مش شيء جديد. حكينا عن دي ان اي ريبليكيشن، حكينا شو يعني سيمي كونسرفيتيف، حكينا الريبليكيشن فورك كيف بتصير، شو الانزيمات اللي بنحتاجها، وحكينا على لما بصير ميس ماتش مين مسؤول عنه، نيفيزز. اوكي، حكينا عن التوليميرز شو وظيفته. اوكي، طبعا التوليميراز اللي هو الانزيم اللي بحفز عمليه تطويل التوليمر. اوكي، وحكينا عن الكروماتين كيف يتم تحويل الكروماتين لباكجينج للكروموزومز. حكينا كيف عمليه الهستونز والنيوكليزومز، شو يعني النيوكليزومز، حكينا شو يعني يوروكروماتين وهيتروكروماتين. اوكي، هذه هي الشابتر، الشابتر هي بسيطه حلوه. اوكي، طبعا شابتر 17 طلاب، شابتر 17 رح نحس حالنا كثير فاهمين، كثير شغلات متذكرينها. ليش؟ بدي افرجيكم الرسمه، حتى الرسمه نفسها حكينا عنها بشابتر اظن 5. ثواني بدي افرجيكم الرسمه. ايوه، هاي الرسمه طلاب، هاي رسمه طلاب، حكينا رح نحكي هذه شفناها، بس هالمره رح نحكي عنها تفاصيل كثيره. أنا حكيت هذيك وأنا ما شرحت، حكيت لكم عنها، بس لكن حكيت على تفاصيل كيف عملية النسخ ترانسكريبشن، عملية الترانسليشن الترجمة كيف بتصير، كيف بالآخر إحنا يعني بالآخر بدنا كيف بنصنع هذا البوليبيبتايد اللي هو عبارة عن بروتين معين، كيف بنصنعه من الدي إن إيه لحد هون، كل شيء بالتفاصيل. هذه هي الشابتر. فالشابتر هي سهلة بصراحة، حلوة، لأنه إحنا سمعتوها أكثر مرة، بتعرفوا كثير معلومات عنها، صرنا نشرحها بالتفصيل. في أي أسئلة طلاب؟
أي استفسار؟ تمام، إذا هيك بدنا نوقف.